عندي تعليق على مقطع انتشر، واحد ماسك لورقة غار ويحرقها، يقول يا جماعة إذا شبيت ورقة الغار في البيت تبعد عن البيت الطاقة السلبية ويبعد عنه الحسد والعين ويصبح البيت فيه بركة. لا لا لا، البركة بتلاوة القرآن. من أراد العلاج النبوي عندنا العسل، عندنا زيت الزيتون، عندنا حبة البركة، عندنا التين، عندنا الرمان، كل أشجار ذكرت في القرآن بأنها طيبة لها فوائد جمة من الله تعالى بعلم. زيت الزيتون، ابن القيم يقول لو يعرف الناس ما في زيت الزيتون من فوائد وضعوه في جيوبهم. فوائد: حبة البركة، علاج للسرطان، تقوية للمناعة، علاج لأمراض النساء، فوائد عديدة. التين لما تضعه مع الزيت له فوائد، له طريقة. لكن أروح حرق الورق عشان العين وبعد طاقة سلبية، هذا كذب لا تصدقون. حتى بعضهم يقولك البخور، تشب البخور عشان العين. حتى بعض الناس يرش البخور هكذا عليك يقول عشان العين، هذا دجل وهذا ما هو من ديننا. يشبون الشب يسمون الشب. للأسف بعض المرضى يتعلق بأي شيء. ترى العلاج النبوي والطب النبوي أمر عظيم جدا يا جماعة. فوائد للعسل، فوائد لحبة البركة، فوائد لغذاء الملكات، فوائد بالطب النبوي. حتى بعض الأطباء يعني صعقوا، إيش ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عن العسل ولا عن زيت الزيتون ولا عن حبة البركة؟ شيء مو طبيعي. فيا جماعة عليكم بالعلاج النبوي، لا تصدقون هؤلاء والخزعبلات. أروح حارق لورق غار أقول عشان العين البركة وتدفع طاقة سلبية، والله الفكر اللي بعقلك هو اللي يجيب طاقة سلبية، لكن أنا متيقن ومؤمن بالقدر خير وشر. نعم، وأعظم من هذا كله الدعاء قبل الدواء. ترقي نفسك وتوكل على الله تعالى، الدعاء. والإنسان يرقي نفسه بنفسه، ما يطلب الرقية من أحد. تعال قرأ علي في حولي لينك. لا لا، ما عندنا هذا الشيء. علم الناس أنهم يتعلقون بالله تعالى، أما يجيب المضطر إذا دعا، وإذا مرضت فهو يشفيني.